بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث بداية عن الرزنامة الرسمية للخضر في كان كوت ديفوار ومواعيد انطلاق المباريات، حيث كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن الرزنامة الرسمية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 بعد عملية سحب القرعة على تجارة في أبيجان، وستمتد النسخة 34 من 13 جانفي إلى 11 فبراير 2024. والمدن المحتضنة لهذه النسخة هي أبيجون، ياموسوكرو، بواكي، سان بيدرو وكذلك كوروهوغو. المباراة الافتتاحية ستكون بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو يوم السبت 13 جانفي 2024 بملعب الحسن وطار الأولمبي في أبيجون على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمحاربي الصحراء، سيخوضون أول لقاء بملعب السلام بمدينة بواكي ضد منتخب أنغولا يوم 15 جانفي على الساعة 9 ليلا بتوقيت الجزائر، بينما المباراة الثانية ستكون ضد منتخب بوركينا فاسو يوم السبت 20 جانفي في نفس الملعب على الساعة 3. ويختتمون الخضر دوري المجموعات يوم 23 جانفي بملاقاة المنتخب الموريتاني على الساعة 9 ليلا بتوقيت الجزائر. أما مباراة الثمن النهائي ستكون يوم السبت 27 من جانفي، ومباراة الربع النهائي يوم 3 فبراير. في حين حددت الكونفدرالية الإفريقية موعد مباراتي النصف النهائي والنهائي يومي 7 و11 من فبراير على التوالي، وكل ما نتمناه هو أن يكون الفريق الوطني حاضرا في المحطة النهائية يوم 11 من فبراير الذي سيكون بإذن الله موعد لرسم النجمة الثالثة على قميص الأفناك بحول الله.